هلو هلو، عاملين ايه؟ حلقة النهاردة من توث توكس هنتكلم على اندوموتر من تي دي اس براند اي تيث، وهو اي كونكت اس. هو الجهاز بيجي مع بيز بتاعت شاحن، وهو بيشحن وايرلس على البيز، وفي برضو اوبشن تشارج اند بلاي ان انا ممكن اوصل الشاحن هنا لو الجهاز فصل مني واشتغل وانا بشحن. عندنا برضو كذا مود في الجهاز سيفد، وعندي رينج سبيد لحد 1000 ورينج تورك لحد 4. تمام. بعدين عندي اوبشن اسمه اوتو ستارت، لو انا موصل الجهاز بتاعي بالايبكس لوكيتر الفايل وانس ان هو وصل لحد الاورفيس بتاعت الكنال بيبدا روتيشن لوحده. بعدين عندي فانكشن اسمه اوتو ستوب، لما بيوصل لحد الايبيكال فورمن هو بيقف لوحده، او بختار اكشن اسمها ايه ايبيكال اكشن، لما يوصل معايا يا اما بيعمل ريفرس يا اما بيعمل اوتو ريفرس ويطلع، يا اما سلو داون بيقلل السبيد بتاعته يا اما بيستوب. وده الشكل الريدنج بتاع الايبكس لوكيتر لو انا موصل السلك بتاعي من هنا. بعدين عندي سيتنج مهمه جدا اللي هي الاي تي سي او الادابتيف تور كنترول. انا لما بختارها انا بقدر احدد السبيد رينج اللي انا عايزه، بعدين الليميت التورك بتاعي، وبعدين بختار انجلز بتاعت ريسيبروكيشن فورورد وريفرس. ايه فكره نفس القصه برده اوتو ستارت اوتو ستوب؟ ايه فكره المود بتاع الاي تي سي؟ هو الفايل بيبدا روتيشن عادي جدا، بعدين لما بينزل عليه ستريسز عاليه بيقلب ريسيبروكيشن عشان يعدي الحته اللي فيها ستريس عالي او فيها لود عالي نازل على الفايل، زي مثلا الحاجات بتاعت الكيرفد كانالز او التايت، ولما بيعدي الحته دي بيرجع روتيشن تاني. تمام. وبرده عندنا مود ريسيبروكيشن لوحده، بقدر برده ان انا احدد الانجلز الفورورد والريفرس، وبعدين بيشتغل ريسيبروكيشن لوحده. وفي مود لوحده هنا للايبكس لوكيتر، هو اي اي ال الكترونيك ايبكس لوكيتر، لو انا عايز اشغله كايبكس لوكيتر بس من غير اند موتور هوصل السلك بتاعي، بيبقى في اخره الفايل كليب والليب هوك، وباخد الريدنج بتاعي وبعدين بكمل شغل. بس كده. الجهاز طبعا متاح على الابلكيشن والويب سايت بتوع توث بيك، وتقدروا كمان تشتروا بالتقسيط، واستنونا في ايبيسود جديده من توث توكس.